صراحة احنا كلجنة أزمة كبلنا صراحة. هناك مؤامرة تحاك ضد المهجرين من قبل المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي للأسف. أقولها صراحة المشاكل تعرض لها أهالي قفودة صراحة بعد دخول المجلس الرئاسي. بعد دخول المجلس أصبح الموضوع شائك جدا جدا جدا. هناك دعم خارجي وصل لخليفة حفتر بعد دخول المجلس الرئاسي. شئنا أما بينا والذي يرفض هذا الكلام فهو واهم صراحة. بعد الدخول المجلس الرئاسي مباشرة هناك دعم تحصل عليه خليفة حفتر من طيران أجنبي. هناك إمدادات كانت تصل لأهالي قنفودة في كل وقت وكل حين. لم يتعرض أي مركب من مراكب المحتلة للغذاء والدواء لهذه قنفودة برصاصة واحدة. بعد دخول المجلس الرئاسي تفسد المراكب وتقصف المراكب وتقصف المناطق ورصد مباشر وغطاء جوي هذا كامل. هذا كلام خطير سيد تميم. هذا كلام خطير سيد تميم. تواصلنا مع الجميع، طلب منا أن نتواصل مع المجتمع الدولي، كل فريق من قبل العائلات ومن قبل مجلس الشورى لحل مشكلة العائلات العالقة. ذهبنا بأسرع وقت ممكن لخارج بلاد التواصل مع مندوبي الأمم المتحدة، تواصلنا معهم وقدمنا لهم شروط العائلات، وهناك شروط موقع عليها مندوبي الأمم المتحدة. أبلغونا أنهم سيتواصلوا مع الطرف الثاني وهو عملية الكرامة بعد تواصلهم معنا مباشرة في مصر. انتظرنا أكثر من 10 أيام لم يتصل بنا. اتصلت بأحد المندوبي الأمم المتحدة فبلغته أن هناك تعطيل في الوقت وهناك وضع مزري جدا جدا في منطقة قنفودة. ما طل معي في الحديث صراحة. قيل لي أن تنتظر قليلا. طلبوا منا عدم التصريح الإعلامي لكي تنجح المفاوضات. رجعنا بعد هذا كل أن لم يتواصلوا مع عملية كرامة نهائيا. طلبوا منهم أن تواصلوا معهم في مصر لم يتواصلوا. طلبوا منهم الذهاب إليهم في منطقة شرقية لم يتواصلوا معهم. عملية كرامة لا تحترم مواثيق دولية ولا تحترم معاهدات دولية ولا تحترم أمم متحدة. للأسف أن سرب إلينا أنهم قدموا تقرير للبدعو كوبلر بأنهم تواصلوا مع عملية كرام ومع مجلس الشورى، وهذا لم يحدث للأسف. تواصلوا معنا ولم يتواصلوا مع عملية كرامة. هناك مؤامرة تحاك ضدنا، هناك مؤامرة تحاك ضد مهجري مدينة بنغازي. صراحة أحمل مسؤولية كاملة للمجلس الرئاسي، أحمله مسؤولية كاملة وأحمل بالذات المحسوبين على الثوار. للأسف لم يصدر منهم أي بيان، لم يصدر منهم أي تصريح. والله سيسألوا، والله سيسألوا، والله سيسألوا. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم سيد.